الذي يدعو الشخص إلى حلق شعره كاملا؟ يلا سلمى. الحج. الحج أداء فريضة. صح، أداء فريضة دينية. قرري مع من نلعب، معهم أم معكم؟ أنت من حقك أن تقررين. يلا لهم هدية. هدية. أخ أخ تفضل. هدية حق معرفة حتى نتعرف عليكم. وردة. يلا يلا إبراهيم، سأعيد لك السؤال يا صديقي. أنت لأنه أول مرة ما تسمع، بعدين تركز عليه. سألنا 100 عراقي ما الذي يدعو الشخص إلى حلق شعره كاملا؟ الدراسة. الدراسة. شايف الضيم. الدراسة يزين شعره. الدراسة يزين شعره. أنا عن نفسي يعني سويتها. أنت سويتها بس أكو ناس شعرها يطول بالدراسة ينسى يزين لحيته. صحيح. أنت قلت لي مو ونيفين. نعم. شو تقولين؟ احنا نقول يعني مثلا سر جمال المراه بطول شعرها. مع المراه اي، بس الرجل الرجل يعني ما نقدر نقول له يعني شعره يحلي، فالرجل لازم يحلق شعره. يعني اقدر اجاوب؟ يحلق شعري. اي، ما الذي يدعو الشخص الرجل الى حلق شعره؟ شنو ما يقدر يهتم به؟ لا لا يستطيع، لا يستطيع الاهتمام به مثل المراه يعني. لا يستطيع الاهتمام به فيزينه يخلص منه. خطأ. والخطأ الثاني راح نروح نقولكم اتفقوا وتناقشوا على فد سؤال وجوابه صعب جدا وشاهي. سألنا 100 عراقي ما الذي يدعو الشخص إلى حلق شعره كاملا؟ الجو. الطقس يعني. الطقس. حارة. حارة بسبب الطقس. والله متعب. والله متعب. شعر طويل وكذا شلون تروحي زين راسه كله كامل يسوي اقرع؟ والله بسبب يقولون الاقرع حظه احلى من المقرع. دراسات اكتشفت هيشي. والله؟ اي والله. انت شو رايك؟ لا ما اعتقد. بسبب الطقس؟ اني ما اعرف، اعتقد الطقس او الامراض ما اعرف. جوابك يلا بسبب الطقس. اقدر اجاوب؟ من يقدر يجاوب؟ غفران. بعد راح خلاص بعد وكيل بسبب الطقس. وايضا معرفه 48 نقطه و82 واحنا بالسؤال الثالث. ومصطفى شو تقول؟ انت رجل، اسالك هذا، سالناه هذا السؤال ل 100 عراقي، قلنا لهم ما الذي يدعو الشخص الى حلق شعره كاملا؟ عسكريه. بسبب العسكريه. الجيش العسكري. جيش. بسبب نوع من انواع الامراض. نوع من انواع الامراض تستوجب حلق الشعر بالكامل. خلنا شو بسبب المرض. نعم. بسبب سجن. بسبب السجن. ونرمين السؤال، سألنا 100 عراقي ما الذي يدعو الشخص، هو اللي يدعوه يعني الى حلق شعره كاملا، شنو؟ نروح على المرض. بسبب المرض. بسبب المرض. المرض بسبب